أقوى العروض والخصومات من رنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله في حلقة النهاردة نتكلم مع بعض عن عرض من عروض رنين على المراوح ومبردات المية والشفاطات. يا رب الحلقة تنال إعجابكم. يلا بينا نبدأ حلقتنا على بركة الله بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ومع أول جهاز في عرض النهاردة.
دي برضو بعض الريفيوهات اللي احنا عاملينها في القناة عن الأجهزة الكهربائية زي العجانات. برضو في الهاند بلندر، في الميكرويف، في شاشات، في غسالات، في بوتاجازات، في عروض توشيبا، في عروض رنين. كل ده ان شاء الله موجود في صندوق الوصف قائم بكل نوع جهاز على حدة، بنشرحه بالتفصيل وبنشرح امكانياته وبنشرح طريقة التشغيل بتاعته وكل حاجة عنه. برضه هسيب لكم في صندوق الوصف رابط ان شاء الله، ده هيبقى متخصص باسعار الاجهزه، رابط الواتساب كتالوج باسعار الاجهزه ان شاء الله، هنحط فيه كل جهاز وهيبقى التحديث اول باول باذن الله تعالى. لو اول مره تشاهدونا يا ريت تشرفونا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على وضع الكل، واعمل اعجاب للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد عن الاجهزه الكهربائيه والاجهزه المنزليه. شكرا لكم، ويا ريت الاشتراك في صفحتنا على الفيسبوك اسم كتالوج الاجهزه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.